السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب ثالثه ثانوي وثانيه ثانوي واولى ثانوي واي حد عايز يحفظ انجليزي كلمات انجليزي يتابع الفيديو ده، لان جايب لك خطه وطريقه موضوعيه ومحسوبه انك تحفظ انجليزي في وقت قياسي. انا لما بصيت في المنهج بتاعك بتاع ثالثه ثانوي لقيت ان الوحده تقريبا فيها 4 صفح كلمات، تقريبا 200 او مثلا 250 كلمه. الوحده كامله فيها تقريبا 250 كلمه. ركز معايا وشوف هنقسم ازاي. تمام، يعني تقريبا 4 صفحات بالسينونيمز بالانتونيمز بكلمات القصه، كلمات الوحده، الدرس الاول والثاني والثالث والرابع وكل الكلمات. تمام كده، هتقسم الكلمات ل4 صفح، كلمات 4 صفح، كل يوم تمسك صفحه، كل يوم تمسك صفحه كلمات تحفظها. طب تحفظها ازاي؟ هقول لك انا هتحفظها ازاي. مثلا دي اول صفحه عندنا، بيقول لك هنا اناونس، تمسك الكلمه تحفظها تقراها. اناونس اهم حاجه تعرف تقراها. اناونس معناها ايه؟ يعلن. اناونس معناها يعلن. وهتمسك الكشكول بتاعك اناونس يعلن وتكتبها 3 4 مرات. تمام، طبعا في كلمات هتبقى انت عارفها، في كلمات هتبقى انت عارفها. تمام، بوتشيت كاجوالتي مثلا، عندك كلمه كاجوالتي اللي هي ضحيه، عارف كلمه تانية اللي هي اسمها فيكتيم اللي هي السينونيم بتاعها اسمها فيكتيم. فانت مش هتحفظ كاجوالتي بس، لا هتحفظ كاجوالتي وتجيب السينونيم اللي ورا وتقول كاجوالتي وايه فيكتيم. تشيت اللي هي غشاش بتساوي كلمه ايه؟ ديسيفر او تشيتر. فانت هنا حفظت كلمتين، ما تحفظش ده لوحده وتروح تحفظ السينونيمز والانتونيمز لوحدهم، لا تشوف الكلمه اللي لها سينونيمز وانتونيمز وتحفظهم معاها. تمام كده يا شباب. كومبنسيت فور بتساوي ميك اب فور وهكذا. يبقى انت ما بتحفظش كومبنسيت بس، لا تحفظ كومبنسيت مع حرف الجر فور وتحفظ السينونيم بتاعها. تمام كده يا شباب، وهكذا هتحفظ الصفحه دي مثلا في اليوم. تمام، يبقى انت كده لو التزمت بالخطة دي في خلال 4 ايام او مثلا قول 5 ايام هتكون لميت كلمات وحدة كاملة. تمام كده، دي الوحدة الاولانية. هتقعد كمان بعدها بيومين تراجعهم، يعني 4 ايام حفظ الكلمات ويومين مراجعة للوحدة كلها. تمام، وطبعا هتعمل كشكول خاص بالكلمات، كشكول خاص بالكلمات. هتقول لي يا مستر طب ما انا ممكن احفظهم من الكتاب، لا انقل انقل واعمل كشكول خاص بالكلمات، الوحدة الاولى كذا كذا، الوحدة الثانية كذا كذا. ده هيفيدك في اخر السنة لما تيجي تراجع. تمام، ده هيفيدك لما تيجي تراجع. تمام، طب بالنسبة يا مستر انا ما بعرفش اترجم، انا ما بعرفش اترجم الجملة لما اجي احل اختياري مثلا، انا حفظت الكلمات ومش عارف ايه بس ما بعرفش اترجم. هقول لك انا عندك هنا، بس ده هيحتاج منك الطريقة دي هتحتاج منك جهد أكبر وقت أكبر، بس الهدف اللي أنت عايزه لازم تعمله كده، فأنت لازم تعمل جهد أكبر ووقت أكبر علشان توصل للي أنت عايزه. عندنا هنا يا شباب، هنا بيقول لك announce اللي هي يعلن وجايب لك التعريف. أنت هتقرأ التعريف ده، أنت هتقرأه. تمام، أي كلمة جديدة يعني مثلا officially رسميا موجودة عندك تحفظها. people مثلا أنت مش عارف كلمة people تضيفها للقاموس بتاعك، دي كلمة اسمها اكسترا ووردز، كلمات إضافية. تمام كده، غير المنهج، غير المنهج. تمام، بما ان انت ضعيف مثلا او كده ما بتعرفش تترجم كويس فانت هتحتاج تبذل مجهود اكبر وتحفظ كلمات اكتر. تمام، بيبل يعني ناس، سمثينج مش عارف سمثينج مثلا تقوم ايه عارف شيء ما، مثلا بلان خطة تعرفها، ديسيجن قرار تعرفها. طبعا معاك التليفون بتاعك الجميل القمر، تنزل عليه قاموس زي ما تنزل عليه التيك توك والفيسبوك والانستجرام والحاجات دي، نزل عليه قاموس ناطق ينطق لك الكلمه ويجيب لك معناها. تمام، ويضيف اي كلمه جديده انت ما انتش عارفها للقاموس بتاعك الكشكول بتاعك. تمام، تمام، يبقى انت كده هتحفظ 4 صفح الوحده كامله. ولو انت ضعيف في الترجمه او ترجمه الجمل وانت رايح تحل لازم تجيب قاموس معاك وتترجم كل كلمه ما انتش عارفها. طب هفضل كده على طول؟ لا. طب ازاي تقيس مستواك؟ ازاي تقيس انت بتتقدم ولا لا؟ بعد كل اسبوع شوف نفسك، انا عرفت دول. تمام، والاسبوع اللي بعده تكرر، يعني مثلا خدت صفحه جديده في الاسبوع الثاني، انت مثلا حفظت وحده 4 صفح او 5 صفح. تمام، في اسبوع. تمام، الاسبوع اللي بعده هتاخد وحده جديده، اول صفحه هتاخد صفحه مراجعه تبص عليها على السريع، طبعا مش هتبقى زي حفظ اول مره، تبص عليها على السريع وتكرر، تحط ايدك على الانجليزي وتبص على العربي وتقول ها، بعد كده تحط ايدك على العربي وتقول الانجليزي وهكذا. مش هتاخد منك ربع ساعه، والله ما هتاخد منك ربع ساعه، مش عايز اقول لك 10 دقائق مراجعه. تمام، ده الاسبوع الاول. الاسبوع الثاني هتاخد كمان واحده، الاسبوع الثالث هتاخد كمان واحده. وطول ما انت بتقرا وبتحل قطع ترجمه، بتحل في الاختياري بيقابلك كلمات انت ما انتش عارفها مثلا، هاتها وترجمها وضفها للقاموس بتاعك. اهم حاجه تجيب كشكول خاص بيك. هتيجي بعد شهر، بعد شهر هتلاقي نفسك عندك كمية كلمات محترمة، بس هي يتطلب ايه؟ يتطلب منك التزام، يتطلب منك التزام وفعلا تبقى انت قد كلامك وقد الهدف اللي انت عايزه. لازم تكون قد الهدف اللي انت عايزه. ليه لازم تكون قد الهدف اللي انت عايزه؟ هقول لك انا، لحظة واحدة.
اصل انت اكيد جربت طرق قبل كده وجربت حاجات تمام، بس النتيجة ايه اللي انت ما انتش عارف برضه، فانت لازم تغير الطريقة، لازم تغير الطريقة. زي مثلا واحدة عايزة تعمل تورتة واحدة عايزة تعمل بيتزا، اكيد المكونات مش زي بعضها. لو عملت نفس المكونات هتطلع تورتة، لو 100 مرة هتطلع تورتة، وهنا نفس المكونات هتطلع بيتزا، هي هتطلع بيتزا زي ما هي تمام. فانت لازم تغير الطريقة، لازم تغير الطريقة تمام. يبقى اتفقنا هنحفظ الكلمات وهنراجع الكلمات كل اسبوع، وهنعمل كشكول للكلمات، معانا القاموس بتاعنا بينطق لنا الكلمة ويقول لنا معناها لو احنا مش عارفينها، ونطلع كل الكلمات اللي موجودة في الحل اللي احنا بنحله، سواء جمل او ترجمة او اي حاجة. ده طريقة مهمة جدا وكويسة جدا، وهتاخد منك شوية وقت في الاول فقط على ما تلم حصية كلمات معينة. امشي بس شهرين اسمع مني انا، يعني جاي لك المستقبل وبقول لك اسمع مني، وانا كنت في وقت وترجمة وعارف يعني بتعمل ازاي وعارف الدنيا شغاله ازاي. بعد فتره هتلاقي نفسك عندك حصيله كلمات، يعني بعد مثلا شهرين هتلاقي عندك اكتر من 2000 كلمه مثلا، هيسندوك جامد جدا. بس لازم تبقى راجل، وانتي انت لازم تبقي راجل برضو في كلامك، ولازم لازم يعني قد حلمك، انت لازم تكون قد حلمك تمام. دي كانت الطريقه اللي انا كنت بحفظ بها من زمان، وكنت بحفظ بها بالكليه، وطريقه يعني فعاله جدا، وبعد فتره انت بتلاقي نفسك ممتاز وعارف كل حاجه. اتمنى تكون الطريقه افادتكم، وما تنساش تعمل اشتراك في الفيديو في القناه واعجاب الفيديو. انا شايف الاعجابات قليله جدا، فاللي يسمع الفيديو يا ريت يعمل اعجاب عشان ده بيعلي القناه، واكون شاكر لكم ان شاء الله. لو عايز اي حاجه اعمل لي تعليق وهقول لك ان شاء الله هعمل لك فيديو بالحاجه اللي انت عايزها. وما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان الفيديو الجاي فيه فيديو مهم جدا عن ازاي تتخلص من الطاقه السلبيه او الافكار السلبيه اللي بتجيلك وانت رايح تذاكر. اتمنى تكون الطريقه فادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.